السلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم هو يوم المرأة العالمي، ونريد أن نتحدث عن المرأة العالمية والفلسطينية، وإليكم التقرير. يوم المرأة العالمي 2021 منهاج حافل ومسيرات وحملات احتجاجية. ربما تكون قد سمعت أصدقائك يتحدثون عن اليوم العالمي للمرأة أو وسائل الإعلام تتناقل أخبارا عن هذا اليوم، لكن أي يوم يصادف اليوم العالمي للمرأة؟ وهل هو مناسبة للاحتفال أم للاحتجاج؟ وهل هناك يوم عالمي للرجل؟ وبالأساس لماذا هناك يوم عالمي للمرأة؟ منذ أكثر من قرن والناس في كل أنحاء العالم يحتفلون بيوم 8 مارس آذار باعتباره يوما خاصا بالمرأة. نوضح هذا، قصة هذا اليوم، ما أصل هذا اليوم. انبثق اليوم العالمي للمرأة عن حراك عمالي، ثم أصبح حدثا سنويا اعترفت به الأمم المتحدة. ففي عام 1908 خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. وفي العام التالي أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة، واقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل هذا اليوم ليس مجرد يوم وطني بل عالمي. وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العالمية عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية. وكان في ذلك المؤتمر 100 امرأة قدمنا من 17 دولة، وكلهن وافقنا على الاقتراح بالإجماع. واحتفل باليوم العالمي لأول مرة عام 1911 في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وجاءت ذكراه المئوية عام 2011. لذا فنحن نحتفل هذا العام باليوم العالمي للمرأة رقم 110. العنف الأسري، هل يمكن أن يحاكم آباء وأمهات استهتروا بحياة بناتهم؟ عندما خرجت شابات سعوديات عن نص هملت، وأصبح الأمر رسميا عام 1975 عندما بدأت الأمم المتحدة بالاحتفال بهذا اليوم واختيار موضوع مختلف لكل عام. وكان أول موضوع عام 1976 يدور حول الاختفاء بالماضي والتخطيط للمستقبل. وأصبح اليوم العالمي للمرأة موعدا للاحتفال بإنجازات المرأة في المجتمع وفي مجالات سياسية واقتصادية، في حين أن جذوره السياسية تقوم على فكرة الإضرابات والاحتجاجات المنظمة لنشر الوعي حول استمرارية عدم المساواة بين الرجال والنساء. في أي يوم يأتي يوم المرأة؟ يصادف يوم 8 آذار مارس من كل عام، ولكن لم يكن ببال كلارا تخصيص يوم بعينه ليكون يوم المرأة العالمي، ولم يتم تحديد ذلك إلى أن جاء إضراب في زمن الحرب العالمية الأولى، وكان ذلك عام 1917، وحينها طالبت نساء روسيات بالخير والسلام، وبعدها بفترة منحت الحكومة المؤقتة النساء حق التصويت. وكان التاريخ الذي بدأ فيه إضراب النساء حسب التقويم الرومي اليولياني، والذي كان مستخدما في روسيا أنذاك، يوم الأحد 23 فبراير شباط، والذي يصادف 8 آذار مارس في التقويم الميلادي الجريجوري الذي احتفل به بهذا اليوم في أيامنا هذه. ما هي الألوان التي ترمز إلى يوم المرأة العالمي؟ البنفسجي والأخضر والأبيض هي ألوان يوم المرأة العالمي. وتقول حملة يوم المرأة العالمي، اللون البنفسجي يرمز إلى العدالة والكرامة، أما الأخضر فيرمز إلى الأمل، ويمثل اللون الأبيض النقاء وإن كان مفهوما مثيرا للجدل. وكان الاتحاد الاجتماعي والسياسي للنساء في المملكة المتحدة هو أول من استخدم رمز هذه الألوان في عام 1908. هنا سؤال، هل هناك يوم عالمي للرجل؟ نعم، هناك بالفعل يوم للرجل، ويصادف يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني، ولكنه لم يعتمد إلا في تسعينات القرن العشرين، كما أن الأمم المتحدة لا تعترف به.
يحتفل به الناس في أكثر من 80 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة، وتتمثل أهداف اليوم في تركيز الانتباه على صحة الرجال والأولاد وتحسين العلاقات بين الجنسين إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين وتسليط الضوء على رجال يعتبرون قدوة لغيرهم. وكان موضوع عام 2020 هو صحة أفضل للرجال والأولاد. كيف يحتفل العالم بيوم المرأة؟ بعد اليوم العالمي للمرأة يوم عطلة وطنية في كثير من الدول بما في ذلك روسيا التي تتضاعف فيها مبيعات الزهور في الأيام الثلاثة أو الأربعة التي تسبق 8 آذار مارس. في الصين تحصل نساء كثر على إجازة لنصف يوم في 8 مارس وفقا لتوجيه مجلس الدولة، رغم أن الكثير من أرباب العمل لا يعطون الموظفات هذه الإجازة. أما في إيطاليا فيحتفل باليوم العالمي للمرأة المعروف بلا فيستا دولا دونا بتبادل أزهار الميموزا. وأصل هذا التقليد غير معروف، ولكن يعتقد أنه في روما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر شهر مارس أضاءً شهر تاريخ المرأة، ويصدر إعلان رئاسي كل عام يحتفي بإنجازات المرأة الأمريكية. وسيبدو هذا العام مختلفا بعض الشيء بسبب تفشي فيروس كورونا، ومن المتوقع قيام المزيد من الأحداث الافتراضية في جميع أنحاء العالم. أما في فلسطين فنحن نقول أنا باعتبارنا مسلمين فنحن كل يوم عنده يوم مرأة وعيد للمرأة، يجب تقبيل يد الأم واحترام الأخت والبنت والزوجة. فنحن كل يوم نحتفل عندنا بالمرأة بالأم والأخت والزوجة. الدين الإسلامي ساوى المرأة وأعطاها حقوقها، وفي لنا حلقة أخرى عن حقوق المرأة في فلسطين والعالم. هون بتخلص حلقتنا عن يوم المرأة العالمي. كل عام ونساء العالم كلهن بألف خير وأمهاتنا بألف خير، وإلى اللقاء في الجزء الثاني من هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.